بسم الله الرحمن الرحيم. مقابلة مهمة بزاف بالنسبة لنا، نظرا للحساسية اللي كاينة في مقابلات اللي تكون في الديربي أو الكلاسيكو. كنتمنى إن شاء الله نكونوا في الموعد، نكونوا في الفورمة إن شاء الله باش نحققوا واحد 3 بوان، نفرحوا بها الجماهير التيطوانية إن شاء الله. حنايا أي مقابلة كندخلوا باش نفوزوا، ولكن داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، مرة تكون تعادل، مرة أرباح، مرة خسران. كرة هي اللي كرة القدم. ما قلتش بأنها مقابلة مهمة بزاف. حنا كلاعبين ولا كستاف غادي نديروا المجهود ديالنا، مجهود كبير إن شاء الله، باش نحققوا واحد 3 بوان نفرحوا بها الجماهير التيطوانية إن شاء الله. بخصوص الديربي، حنا كنوجدوا ليه كاع لي ماتش اللي كناخذوا في السيمانة، ونتمنى ان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه له وفرحوا الجماهير التيطوانيه. باش يجيو يشجعونا بحال الماتش ديال الوداد اللي كان ماتش زوين بزاف، واخا رغم الاقصاء، وان شاء الله يكون غير الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اول حاجه عندنا مقابله كونتر طنجة اللي هو الديربي، ان شاء الله غنحققوا المبتغى ونحققوا 3 بوين ان شاء الله والعماله، ونفرحوا الجماهير التيطوانيه. وكنقول للجماهير يزيد يساندونا ويشجعونا، وان شاء الله نفرحوهم حتى هما، ونجيو فرحانين للتيطوان ان شاء الله. عندنا ماتش موراه اللي هو الرجاء، حتى هو يزيد يساندونا فيه، وان شاء الله حتى هو نحققوا فيه المبتغى ان شاء الله. وشكرا.